Je quitte. Je ne veux pas assister à cette rencontre. C'est tout. Je ne veux pas assister à cette rencontre. الناس ماهيش تسمع الشارع، الناس راهي 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 في توقيت توقيت سياسي اخر. بعض الشخصيات ماهيش في التوقيت السياسي تاع الشارع، راهي في توقيت سياسي في حسابات سياسيه اخرى. حنا نسمعوا الشارع اليوم، الشارع رفع سقف سقف المطالب الى تغيير، وانا نجي نسمع هنا الناس اللي راهي تتموقع وراهي تحوس على الكيفيه، تتموقع باليات السلطه، بنفس اليات السلطه. تسمع الناس تكلمنا على الانتخابات وتكلمنا على المجلس الدستوري، على الماده 102، احنا ما طبقناش الماده 1، الماده 2، 103، 4، 5، 6 باش نوصلوا للماده 102، لازم لك عمل كبير. احنا مازال ما بديناش من الماده الاولى، مازال ما طبقناهاش، والناس راهي تتكلم على الماده 102، كاننا عندنا دستور، عندنا حاله طبيعيه. انسان مريض ونأجلوهم الانتخابات من بعد يخدموا بنفس الاليات تاع السلطه. لا لا لا، لازم ننسجموا مع الشارع. الشارع يقول لك هذه جمهوريه مش مملكه، الشارع يقول لك التغيير، الشارع يقول لك خلاص هذا النظام لازم يروح، والناس راهي ترقع في الكلام. ها وحاول معليش، احنا باش ما نعكروش الاجواء، هذا موقف تاعي كمناضل سياسي، ولكن بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله. المعارضه هذه ان شاء الله تنجح، ان شاء الله تنجح، ان شاء الله تكون في المستوى، ان شاء الله تكون في المستوى. ولكن اني متاكد، اني متاكد باللي هذا الشارع، هذا الشارع اللي انتفض وما انتفضش في 22، ما انتفضش في 22. الناس كي كانت ترمي روحها في البحر، الاحزاب السياسيه ما شافتش، كانت الناس تتهاتف في الملاعب كره القدم. الشباب اللي كان يهاتف اليوم، الشارع كان يهاتف، كل الهتافات في الملاعب، الاحزاب السياسيه ما كانش تسمع. ودوك انا نحس باليوم باللي الاحزاب السياسيه في توقيت سياسي اخر، في توقيت سياسي، الشارع في التوقيت والاحزاب في التوقيت اخر. ديكالاج هورير، حنا عندنا مشكل في ديكالاج هورير، الاحزاب السياسيه مش في الوقت، مش في الحل على كل حال. بالتوفيق ان شاء الله.